تنكش على خير ان شاء الله. آه. يا حبيبي طالما انت تعبان ومش قادر تاكل، كلت ليه يا حبيبي؟ كلت ليه يا حبيبي؟ تفاصى تفاصى حبيبتي، تفاصى بعيد عنك. سلامتك سلامتك. آه. الف سلامه. ريح يا حبيبي. ريح. انا بردان بردان وجسمي كله مترعش. بردان بس ازاي يا حبيبي وانت عرقان كل ده؟ انا عارف بقى يا حبيبتي، انا دهتولي كده جسمي خربان 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 ومخربق من كل حته. اه خربان. ريح يا حبيبي ريح. مش انا بقول لك يا حبيبتي، مش انا قلت لك الجوازه دي الجوازه دي الجوازه دي مبسوط فيها؟ اه مبسوط فيها. سيبك انت من كل ده. اه دلوقتي الفوار يشتغل. أوه. وتبقى زي الفل. ايوه ايوه. اوعى بس. ايوه اوعى. فين؟ شوية كده انام جنبك. اصلا انت مش هترتاح الا وانت في حضني يا بيبي. اه طول. اه توبنا الى الله توبنا الى الله توبنا الى الله. ايه صوت الهبد ده يا عمر؟ ها هتلاقيه عريس 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 يا ولدان، عريس حبت عين امه مش عارف يستمتع بشهر عسل. حرام حرام يا حبيبتي. غطيني غطيني، عايز انام. غطيني. نام يا حبيبي نام 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 يا حبيبي نام، وادبح لك جوز الحمام. نام يا حبيبي نام. ياه الحمد لله، ده انا كنت تعبانه قوي. ما انت كريم يا رب. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، ازمه وعدت كالعاده الحمد لله. والله دمنا نشف وروحنا راحت وما بقيناش عارفين نعمل ايه، بس اظن الشوربه اللي عملتها لك ايه خليتك زي الفل. الحمد لله. مش هتاكلي بقى دي؟ لا لا مش قادره، انا حاسه اني عايزه ارجع. تعالي ريحي، انت تلاقيكي ما نمتيش ولا دقيقه من امبارح. والنبي ما غفلت، فضلت سهرانه جنبك طول الليل. حبيبتي ربنا يخليكوا ليا. قوم اطبخ انا بقى، يلا هاتي صينيه عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه انت يا حبيبتي. اه تعبتي قلبي قوي، مش عارفه ايه اللي جرالي. يمكن غياب عمر واحساسي ان انتي في ازمه وانا مش عارفه اتصرف لوحدي، كل دي حاجات خوفتني قوي. فضلت قافشه في ايدك طول الليل كاني بحوش العيا عنك. سبحان الله، لازم يحصل الالم كده جامد علشان نحط ايدينا في ايدين بعض. بس عارفه طول ما انا نايمه وتعبانه حسن نفسك هو اللي مدفيني. ده انت بنتي اللي انا ما خلفتهاش يا حبيبتي. انت مش اختي بس يا تينا، انت امي اللي انا ما شفتهاش. يعني انا من غيرك اتيت. ليه اشوفك وانت عماله كده تتعفرتي وتتنططي ما اعرفش ان انت اجمل واحلى قلب في الدنيا. يا ربنا لازم يحصل حاجه جامده قوي علشان ساعتها نديرها كلنا في حضن بعض. وجعتي قلبي قوي، انا اول مره اشوفك تعبانه قوي كده. عندك حق، المره دي الازمه كانت غير كل مره، كانت جامده عليا قوي. الالم كان بيعصر معدتي وكنت عماله اصرخ واوح، بس كان اشد مني لدرجه اني ما كنتش حاسه خالص بالدنيا. عشان انتي مهمله في نفسك، لا بتاخدي دواء ولا بتتابعي مع الدكتور، حتى الدكتور اللي انتي بتتعالجي معاه موبايله مقفول 24 ساعه، تلاقيه غيره اصلا وانتي ولا انتي هنا. ايه ده ايه ده؟ امال مين اللي لحقني؟ لا مؤاخذه يا ست، الدكتور بره عايز يشوفك. الدكتور؟ طب ناويين الطرحه بسرعه. حاضر. بسرعه يا اختي، يعني هيشوف ايه؟ ما انتي متكلفته. هيشوف ايه يا بنتي؟ هضربها مجرمه. اتفضل يا دكتور. استني اتفضل. استنى يا دكتور. اتفضل 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 يا دكتور. يا رب نكون احسن النهارده. دكتور غازي اتفضل اتفضل. اول ما كلمته امبارح ما تاخرش وجي جري وهو لاحق من الازمه. هو احنا عندنا اغلى من الهانم؟ والله ما ليا دعوه باي حاجه يا دكتور، انا في حالي وماشيه جنب الحيط. انا كنت فاكر كده،
عشان كده كنت مفكر لك في ترقية جديدة وزيادة في المرتب ووضع تاني خالص. ده الملف بتاعها يا دكتور. نتائج البحث بتقول إن حالتها زفت وأبوها ميت، أمها وأخواتها في رقبتها، وهي مش قادرة تتجوز هناك دلوقتي. أنا لما عرفت كده قلت أقف جنبها. يا دكتور والله أنا أنت غلطت يا نبيلة، وغلطتي غلط كبير جدا، بس مش مهم، كل الناس بتغلط، الألم نفسه بيغلط، بس الاستمرار في الغلط ده هو اللي بيبقى جريمة، وأنا ما بسامحش في الجرائم أبدا، وأنا حاسس كده إنك مصرة تستمري في الغلط. أقول إيه بس؟ طب يا دكتور اللي قلتيه للدكتورة صفوة، أنا أنت يا إما تخرجي من هنا على الوظيفة الجديدة أم مرتب ما تحلميش بيه، ليه ما تخرجي على السجن؟ سجن؟ ليه؟ هو أنا عملت إيه؟ سرقت أجهزة وفي شهود على كده. ها يا ماما، هتمضي قرار التعيين ولا اتصل بالبوليس؟ مضيها قرار التعيين يا مرتضى. يا خوفي لا يكونوا قطروك وعرفوا سكتي يا خلوصي. بطل يا بنت ند بقى. فلانك قوم انا بص قوم من الطريق بره. ابص بس جو الطرق ده ما يلدش. هباخدك معايا الاسبوع اللي جاي يا مارينا يا رحمك. شد بقول لك ايه يا بنت الحلال، انا عملت بهلوانه عشان اجي لك هنا. الراجل اللي انت بلغت عنه ده بدر رجالته في كل حته. تذكره السفر اهي تحطيها جوه عينيكي. يا خلوصي الناس دي الموت عندها كيف والدم رخيص في ايديهم؟ هنقعد نندب هنقعد نندب يا باريزة. مش هو ده اللي قلقنا يا باريزة؟ اللي قلقنا ان قريب الدكتور ده اللي اسمه حافظ ده شكله كده طلع ملاوع. يا خوفي ده راح يكون بلغ الحكومة. ما ظنش، عارف ان رقبة قريبه في ايدينا. انت مش قلت هتتصرف يا خلوصي؟ ما انا هتصرف يا برازرز، بس الموضوع يعني محتاج شوية لولوس مصاريف. لولوس مصاريف؟ وفلوسي اللي عندك يا خلوصي؟ ما خد من التل اختل يا اختي، ده احنا جبنا فيسبا وطرب واكل وشرب، كل ده منين؟ ده انا ما طلتش منهم مالي ما احمد. طب وحد قال لك عادي كبارات البلد؟ ما انت اللي عملت فينا كده. خلوصي انا مش عايزه اموت في طيس يا خلوصي. لا يا اختي وانا ما قبلكيش يا اختي ابدا تموتي في طيس. انا هتصرف والحساب يجمع، العيش والملح اللي بيننا برضو ما يهونش عليا. هتصرف ما تقلقيش. ماشي يا خلوصي ماشي. انت لسه قاعده؟ انت لسه ما رحتيش المدرسه؟ مالك يا عم فيك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط، في حاجه مزعلك؟ ده انت حتى ما طلعتش تطمن على سينا من امبارح بالليل. وهي عامله ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. انت بقى فيك ايه؟ اصل عمر بطلبه في التليفون ما بيردش عليا، وكل ما اطلبه يقفله وانا عايز ضروري. شكلك مزنوق وبتحب يا عمو. حب ايه وحباب ايه؟ لا لما بسمع منه عاطفيه بنهج. والنبي دمك عاطفي. ايه دمك؟ ده انا عمك يا بنت تعملي لي كده؟ مش عارف اقول ايه. بصراحه انا ما صدقت ان حاله اتظبط وهيقضي له يومين ومش هيكمل في سكتي. اقول له ولا ما قلتوش؟ تقول له ايه بقى؟ انت لسه قاعده؟ الجرس ضرب، اجري اجري اجري. انت الخسران، انت اللي مش هتلاقي حد غيري تحكي له. اهو بعدين اقول له ايه ولا ايه؟ انا سبق قلت له التوبه منكوست في السونه. مش مريحني خالص على فكره. ليه يا حبيبتي بس؟ عشان ايه يعني؟ يعني بلعب رياضه. تلعب رياضه عشان عينيك اللي بقت في وسط راسك من ساعه ما وصلنا هنا. انت قلقان من حد؟ خايف من حاجه؟ في ايه بالظبط؟
يا منجي من المهالك يا رب. يا منجي من المهالك؟ هو اللي انت فيه ده مهالك؟ ايه اصلا نسيت الموبايل بتاعي في الاوضه ومحتاجه اطمن على اخواتي ضروري جدا. ممكن تجيبه لي؟ اه اجيب لك الموبايل من الاوضه. ممكن بليز 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 ماري هاي ليستاري هيليا. حاضر يا عم. جميل يا روح. حاضر يا سام. ماري ليستاري ماري. عايز حاجه تاني من الاوضه؟ لا خالص مش محتاجه اي حاجه. ماشي حبيبي تجي بالسلامه ان شاء الله. حبكت مفيش شمسيه فاضيه غير هنا. اجي يا حبيبي اقعد تحت الشمسيه بتاعتك وهي شمسيه تلم الحبايب كلهم. احترمي نفسك احترمي نفسك يا عفه. مراتي عارفه شكلك كويس ولو جات وشافتك هتفضح الدنيا. النبي عارفها مش من هنا. النبي عشان خاطر انت هتعيط يا حبيبي طالما انت بتخاف قوي كده. بتغلط ليه من الاول؟ عسل اي عسل اللي انا غرقانه فيه. تعالي خدي حبه يا اختي. قرفانه قوي قرفانه. عمر مش طبيعي. بطل السفاله اللي انت فيها دي. الاكيد ان الموضوع ده مش شاغل بالك خالص. انا حاسه كده ان هو في حاجه كده مخبيها عني ومتاكده برضو. يا بنتي احساسي عمره ما يخيب. ايوه بصي مفيش راجل في الدنيا يعامل مراته بالطريقه اللي عمر بيعاملني فيها ويكون بيحبها. ايوه مع انه في اول يوم كان فظيع. كنت طايره معاه طايره طايره مش عارفه ايه اللي جراله. سايباه على البحر اللي عايز يحط زيت ويعمل حمام شمس. يمكن موصف له ما تعرفيش بقى. اضحكي اضحكي ما هو شار البلية بقى. بقولك ايه انت بتنزلي البازار؟ عفا ابوس ايدك امشي من هنا غوري. عايز نمشي من هنا يا عمر؟ يا ريت. من عينيا بس بشرط واحد. ماشي اشرطي. انجزي يا ماما. شايف الصخور اللي هناك دي يا قلبي؟ شايفها الصخور مالها؟ شايفها كويس؟ شايفها كويس جدا. شايف ازازة الزيت اللي معاك دي؟ شايفها كويس جدا. ادهن لي جسمك بيها وتروح تقعد على الصخور دي لحد ما الشمس ما تروح وما تقومش من مكانك. على الصخور؟ وادهن زيت. وادهن زيت؟ اقلي نفسي يعني؟ اقلي نفسك يا دكتور. مرتي جاي مرتي جاي. امشي مش همشي غير لما تروح. روح بس. نايمة على ودانك؟ ونعمل لها ايه يعني؟ ما انت عارف بنتك وجنانها. جنانها بتاع ايه؟ ده احنا لو عايشين معاها في بانسيون كنا عرفنا انها سافرت. انما انا اصحى من النوم فجأة تقولي لي مسافرة؟ ازاي ده؟ وانت كل حاجة ترميها عليا انا؟ مش انت امها؟ وانت ابوها المسؤول عن تصرفاتها وتربيتها. وياما قلت لك يا ربيع بلاش الدلع بزيادة ده. تقولي صغيرة وبكرة تكبر. اه كبرت علينا كلنا. اشرب بقى. يعني انت فاشله كأم وفاشله كزوجه ولسه ليك عين تتكلمي وتقوحي. انا فاشله يا ربيع بعد كل اللي بعمله لك ده؟ بتعمليه لي انا؟ انت بتعمليه لنفسك. ده انت نسيتي الدنيا وما فيها من يوم ما حلبتي انك السيده الاولى. رميتي ورا ظهرك بيتك وبنتك وجوزك لغايه ما وصلنا للي احنا فيه ده. دلوقتي بقى حلمي انا مش حلمك انت يا ست الرايس مش كده؟ يا شيخه بلا قرف. ربيع ربيع ماشي يا عفة. إن ما ربيتك يا عفة كانت غلطة وتسرعت فيها. يمكن ظروفي وظروفها توفقوا في لحظة لكن ما بصيتش الاختلافات كتير قوي كانت بيني وبينها. ما
بس ده عادي يعني، مش اي اتنين متجوزين بتحصل بينهم خلافات تبقى الجوازة غلطة. في خلافات ممكن تحتمل، اختلافات تانية مستحيلة، وللأسف اختلافاتي مع صفوة من النوع التاني. المسألة خلاص بقت مسألة وقت مش أكتر. معقولة يا دكتور بالسهولة دي ممكن حد يستغنى عن أي حد، أو كل الحاجات الحلوة اللي بينهم تتقطع بورق الطلاق؟ بالعكس، أصعب قرار في الدنيا ممكن الواحد ياخده هو الانفصال، لكن مادام وصله يبقى خلاص مفيش حل تاني. انت بتحبها؟ مش كل العلاقات بتقوم على الحب، في علاقات بتتولد من احساس الهروب. هروب؟ هروب من ايه؟ هروب من احساس اكبر وابعد، احساس شبه مستحيل. مش فاهمه تقصد ايه باحساس شبه مستحيل ده؟ احساسي بيكي انت اكتفينا. انا عايزه افهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ طب وانا اذيتك في ايه؟ انت لسانك طول حبتين قفلت عليكي شويه، ما هو كله عشان مصلحتك. بعد كل اللي حصل بينا وبعد كل اللي انت قلته